Ahora más dice. دكتورة ما في صوت عندك. لاحظ حكينا الداتا ستراكشرز اللي استخدمناها لحد الان اللي هن الاري الستاك الكيو الليست سنجل لينكد ليست ودبل لينكد ليست كلهن لينير داتا ستراكشر. شو يعني لينير داتا ستراكشر؟ هن بخزنن مجموعه من الداتا بشكل متتابع. العلاقه الوحيده اللي بين هاي اللي بين الداتا اللي هي بحكي مثلا العنصر الاول بالاري، العنصر الاول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، العنصر الاول قبل العنصر الثاني، قبل العنصر الاول، العنصر الثاني بعد العنصر الثالث، وهكذا. العلاقه بيناتهم بيفور وافتر. بس في عندنا داتا ستراكشر نون لينير مش تسلسليه، علاقه هيراركيكال يعني علاقه بنائيه مبنيه بني، اللي هي التري. التري داتا ستراكشر اللي هي بيحكي لنا بروتكتيفيتي اكسبيرتس، اللي هي مور بروتكت يعني اكثر فعاليه كداتا ستراكشر. التري هي من الداتا ستراكشرز الاغنى والاكثر فعاليه. كيف اغنى من التري العاديه؟ بيحكي لنا في عندنا علاقه بنائيه او معماريه هيراركيكال، with some object being above، بعض الاوبجكتس راح تكون فوق وبعض الاوبجكتس راح تكون تحت، وراح يكون في عنا علاقة البيرنت تشايلد، الأب والابن، الانسيستر والديسندنت، الأجداد والأحفاد داخل التري. بحكي لنا بعض المشاكل إذا بحلها، إذا استخدمت التري كداتا ستراكشر لتمثيلها راح تعطينا حل أسرع بكثير من إني أستخدم مثلا أري عادية. لاحظ it's not always clear. Trees are non-linear. هاي trees are non-linear. We are referring to an organizational relationship that is richer يعني أغنى than simple before or after relationship between objects in sequences. The sequences أو linear data structure شو العلاقة؟ باللينكد ليست مثلا، هاي النود قبل هاي النود بعد هاي النود، وهكذا. العلاقة sequential أو linear. بالتري لا، العلاقة مش سيكونشال، في عنا علاقة معمارية، في عنا نوتس فوق ونوت تحت، قيم فوق قيم أباف وقيم بلو. معطينا أول مثال ممكن نمثل فيه التري كتري اللي هي شجرة العائلة، الفاميلي تري شجرة العائلة. الجد او الراس العيله بيكون موجود باعلى التري وبنسميه الروت. بعد شوي راح نشوف اللي اعلى التري هو الروت. ومعطينا شجره عيله ابراهام اللي هو سيدنا ابراهيم، اولاده اسماعيل واسحاق وزمران وجوكشان، و هاي كاتب لنا اولاده وكاتبين اسماعيل مثلا، ذاكر لي اولاد اسماعيل، اسحاق ذاكر لي اولاد اسحاق، وهكذا. شجرة العائلة هو مثال على التري. كمان في عنا مثال بلش بالتري definitions and properties. نشوف خصائص التري. بحكي لنا التري is an abstract data type that stores elements hierarchically with the exception of the top element. لاحظ بحكي لنا بخزن العناصر بشكل بنائي، كل نوع كل قيمة بتكون إلها فيها علاقة parent child ما عدا التوب اوف ذا تري. التوب اوف ذا تري بيكون هو ما إله parent بس ممكن يكون إله children.
لاحظ each element in the tree except the top. ليش قال لي except the top؟ ما عدا التوب، لأنه التوب بيكون إله children بس ما إله parent. ورح نشوف التوب اسمه root. التوب نوتس التري مجموعة نوتس مترابطة مع بعضها البعض أو مجموعة قيم بينات relationship. العلاقة الموجودة بيناتن هي parent child parent child parent child ما عدا مين؟ ما عدا الروت. الروت بيكون أو التوب of the tree. النود الموجودة بالtop of the tree زي هاي electronics RUS، هاي إلها parent إلها أبو؟ لا، التوب ما إله أبو بس باقي النودز بيكون إلها parent. يعني R and D البيرنت إلها إلكترونيك، السيلز البيرنت أبوها إلكترونيك، البارتشيسينج البيرنت إله إلكترونيك، المانيوفاكتشرينج البيرنت إله إلكترونيك. لاحظ السيلز هو أبو لدوميستيكس وإنترناشونال، إنترناشونال هو بيرنت لكندا وأس أمريكا وأوفرسيز، أوفرسيز بيرنت لأفريكا يوروب وآسيا أستراليا. لاحظ manufacturing هي parent لمين؟ للتي في والسي دي والتيونر. We typically call the top element. لاحظ بحكي لنا التري عادة احنا كيف بنرسم التري؟ بحكي لنا العناصر نرسمهن داخل ovals or rectangle. برسم اما شكل بيضوي، عناصر التري برسمهن داخل اما شكل بيضوي او مستطيل، والريليشنشيب between the parent with child برسمها على شكل خط مستقيم. العلاقة relationship between the parent with child كيف بمثل العلاقة بين الأب والابن؟ عن طريق straight lines. شو يعني straight line؟ يعني خط مستقيم. الرأس الشجرة بمثل the root of the tree. شو بنسميه العنصر اللي بيكون بأعلى التري؟ بنسميه root. وين الروت؟ هو العنصر الموجود بأعلى الشجرة. It's down as a highest element. بنسميه highest element with other elements being connected below. وباقي الelements اللي بالشجرة، باقي العناصر بتكون مرتبطة تحت الروت. أعلى عنصر بالشجرة هو الروت. هذا مثال ثاني على تري. حكالي هاي شجرة مكونة من كم نوت؟ كم عدد النوتس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 نود. هاي عدد النود 17 نود بتمثل organization لشركة معينة اسمها Electronic RUS. وحكي لي أقسام هاي الشركة. هاي شركة أقسامها الـ R&D والسيلز المبيعات والمشتريات والصناعة. بالسيلز إلها أقسام عملهن على شكل نود. الانترناشونال إلها أقسام. المانيفاكتشرين كمان إلها أقسام. وهكذا عمل لي نشوف الأشياء الرئيسية. بحكي لنا لو سألتك شو الروت، شو القيمة الموجودة بالروت أو لهاي التري؟ قيمة الروت اللي هي هاي الروت electronic RUS، هاي الروت of the tree. طب children للروت، وين children؟ وين children؟ هذا بيكون الروت هو parent لمجموعة children لأكثر من نود. شو النودس اللي تحت هذا النود اللي منبقى من الـ RUS؟ بنسميها children أبناء. طب مين الأبناء للإلكترونيك RUS؟ R&D sales purchasing manufacturing. هذول children لمين؟ للإلكترونيك RUS. لو سألتك شو شو children لمانيوفاكتشرينج؟ شو هن children notes لمانيوفاكتشرينج؟ TV, CD, tuner. هذول اللي هن children لمانيوفاكتشرينج. صارت واضحة علاقة parent child. طيب في عنا إشي اسمه رح نشوف internal notes و external notes. لحد الآن عرفنا شو يعني tree، عرفنا شو يعني root، شو يعني parent to child. child مفرد children. إذا بقول لك child children مجموعه children. طيب لو سألتك في عنا إشي اسمه internal notes و external notes. الانترنال نوتس اللي هي النوتس الداخلية، الاكسترنالز اللي هن الخارجيات. طب شو يعني داخلي وخارجي؟ الداخلي يعني اللي بيكون إله children. مين يعطينا أمثلة على نوتس داخلية؟ شو يعني داخلية؟ يعني جاية مش طرف، الطرف النود اللي ما إلها children.
النود اللي ما لها children هاي بتكون طرفية نسميها external خارجية أو طرفية external بيكون ما لها children. الانترنال بيكون إلها one or more children. إذا إلها one or more children شو بتكون؟ internal. إذا ما لها children بتكون external. اللي ما لها children خارجية external. اللي إلها children بتكون من الداخل داخلية. طيب لو سألتك شو الانترنال notes؟ الالكترونيك ار يو اس هاي انترنال ولا اكسترنال؟ انترنال. طب السيلز انترنال. انترنال. مانيفاكتشرينج انترنال لانها لها تشيلدرن. انترنال. انترناشونال انترنال. اوفرسيز انترنال. هذول بس انترنال. الار ان دي هاي اكسترنال ما لهاش تشيلدرن. بارتشيسينج ما لهاش تشيلدرن. دومستيك ما لهاش children. إذا external. TV, CD, tuner هذول external. كندا as America كمان external. أفريكا, يوروب, آسيا, أستراليا هذول external. شوفنا شو الفرق بين الانترنال والإكسترنال. هاي ذكر لي internal notes لأنه. طيب ننزل كمان formal definition of the tree. كيف بعرف التري؟ بحكي لنا formally we define a tree T as a set of notes. هي مجموعة من النوتس storing elements such that the notes have a parent-child relationship. مجموعة نوتس فيها قيم. التري هي مجموعة نوتس فيها قيم وفي بيناتن علاقات. شو العلاقات اللي الرئيسية بين النوتس اللي هي علاقة البيرنت-child. شو العلاقات الرئيسية؟ علاقة البيرنت-child relationship. العلاقة وبتحقق هاي الشروط. بحكي لنا if T is non-empty إذا التري اللي اسمها T كانت مش فاضية على الأقل بدي يكون فيها نود واحدة it has a special node called the root of T that has no parent. إذا كانت التري مش فاضية بدي واحد من النودز اللي فيها سواء كان فيها نود أو أكثر. متى بتكون التري مش فاضية؟ إذا احتوت على نود أو أكثر. بحكي لنا واحد من هالنوت بدي يكون هو البير هو الروت. واحد من النوت الموجودة بالتري لازم يكون اسمه ايش؟ الروت اوف تي. طب شو هو الروت اوف تي اللي بيكون ملهوش بيرنت؟ يعني هاي الكترونيك ار يو اس حط له بيرنت في الابو اللي في من فوق اللي الابو اللي بيكون من فوق والتشايلد اللي من تحت في له ابو الكترونيك ار يو اس هاي لها ابو؟ لا. اذا هاي الروت لها تشيلدرن بس ما له ابو. هيك بحكي لنا التري هي مجموعه نوتس راح يكون واحد من هاي النوتس اسمه روت وهذا الروت بيكون ما له بيرنت مش ما له تشيلدرن. اكيد لازم يكون له تشيلدرن ما هو الروت هو الاساس. بده يشكل لي شجره او كيف بده يشكل شجره؟ اكيد بده ينبثق منه التشيلدرن. بعدين الchildren هي راح تكون parents لا other children وهكذا. بس بالنهاية الروت نفسه ملهوش إيش؟ ملهوش parent. طب نكمل التعريف. عرفنا إنه واحدة من النوتس الموجودة بالتري هي الروت والروت هو that has no parent. Each node V of T different from the root. بكون باقي النوتس اللي اسمها V داخل التري T باقي النود ما عدا الروت. شو يعني ما عدا الروت؟ يعني النودس الأخرى اللي مش روت بحكي لنا has a unique parent. كل النودس اللي بتظل بالتري أكيد إلها parent. نضال هالسعجيز؟ طيب كل النودس الروت الوحيد النود الوحيد اللي ما إلها parent بالشجرة هي البيرنت الروت ما لهاش parent وباقي النودز اللي بالشجرة لازم يكون لها بيرنت. كل نود اسمها V داخل الشجرة ما عدا الروت هذا يونيك بيرنت نود W بيرنت واحد. مش تقول لي الروت النود لها أكثر من بيرنت لها بيرنت واحد. إذا صار لها أكثر من بيرنت بتتحول من تري لجراف من تري كل نود لها بيرنت واحد فقط. يعني البي الكندا البيرنت إلها كندا البيرنت إلها انترناشونال أس أمريكا البيرنت إلها انترناشونال
النود واحدة إلها أكثر من children، بس كل نود إلها parent واحد. Every node with parent W is a child of W. كل نود أبوها W تعتبر ابن. إذا أبوه W هو شو رح يعتبر؟ شو بنسميه؟ يعني كندا أبوها international. إذا كندا بالنسبة لانترناشونال شو بنسميه؟ كندا is a child for international. كندا is a child for international. As America is a child for international. Overseas is a child for international. International is a parent for الأبو لمين؟ لكندا. والبيرنت فور أمريكا وبيرنت فور أوفرسيز. Not that according to our definition. بحكي لنا بناء على تعريفي هذا التري ممكن تكون فاضية، ممكن تكون empty. فاضية، فاضية يعني ما فيهاش ولا نوت، زي ما كنا نعمل التري الكيو الستاك empty، كمان التري ممكن تكون فاضية. طب إذا التري كانت فاضية هذا شو بيساعدني إني أعمل initialize tree to empty tree؟ إنه أبلش إنه هذا بيساعدني إني أنشئ التري بشكل recursively. إذا بنشئ التري بشكل recursively ممكن أبلش إنه هالتري بالبداية فاضية، بعدين أضيف لها نود، والنود هاي رح تعتبر بالبداية الروت، بعدين الروت ممكن أربطه بنودز أخرى. Set of subtrees whose roots are the children of R. بعد ما أضيف النود الأولى وراح أعتبرها روت، بعدين بضيف سب تري، السب تري البيرنت إلها بيكون هو R اللي هو الروت، وهن راح يكون in child لا children لا الروت R. طيب other node relationship نشوف المسميات الأخرى. لحد الآن عرفنا شو يعني تري إنها مكونة من مجموعة نودز، عرفنا شو معنى روت، عرفنا شو يعني child، شو يعني parent، شو يعني external و internal. هاي external و internal ذكرتنا أنا، بس بقدر أذكرهن مرة ثانية. في عنا كمان مصطلح siblings. شو يعني siblings؟ أشقاء. شو يعني أشقاء؟ يعني بالمثال اللي قبل لو سألتك مين أشقاء R and D؟ R and D أشقاء sales و purchasing و manufacturing. الأشقاء هم الأبناء اللي لنفس البيرنت. شو هم الأشقاء؟ الأبناء children اللي لنفس البيرنت بنسميهم أشقاء. الأشقاء لـ R&D اللي هم sales و purchasing و manufacturing. purchasing و manufacturing و sales و R&D هذول كلهم siblings. TV و CD و tuner هذول إيش كمان؟ siblings، لأنهم كلهم أبناء لمين؟ لـ manufacturing. كندا و US America و overseas هذول siblings لانترناشونال، أشقاء، هذول أشقاء، أخوة يعني. أفريقيا ويوروب وآسيا وأستراليا كمان هذول siblings أشقاء. فهمنا شو يعني أشقاء؟ هاي نشوف شو معرف لنا الأشقاء. Two nodes that are children of the same parent. Children اللي لنفس البيرنت بنسميهم siblings. Two or more، شرط تنتين، تنتين أو أكثر. كل children اللي لنفس البيرنت اللي تابعات لنفس الأبو أخوة siblings. A node V بحكينا رادم عارفنا شو هو الإكسترنال. شو هو V؟ متى node V بسميها external؟ قبل شوي قلنا if V has no children، إذا ما إلها أبناء بنسميها external. يعني بهذا الشكل مين الإكسترنال؟ creates HW1 HW2 HW3 BR1 BR2 BR3 by law sell high market.